هنا غادي ناخذ علبه فارغه ديال الفازلين، نديروا فيها جوج معالق ديال زيت الكوكو، زيت جوز الهند، غادي نخلطو مزيان حتى يتجانس المكونات مع بعضهم. كنحسو بيه بحال هكا بدا كيدوب، بدا كيدوب زيت جوز الهند. غنضيفو عليهم جوج معالق او ثلاثة ديال الويفيرا، هي هادي اللي في الصورة. غادي نخلطو مزيان المكونات حتى يتجانسو مع بعضهم، كيوليو بهذا الشكل. بعد غنضيف عليهم الدواء الحمراء، هذا هو المكون الاساسي في هذه الوصفه. ديروا القدر الكافي اللي بغيتوا ديال الدواء الحمر، راه ما كيخلي حتى اثر ملي كتخرجوا الوصفه من الثلاجه. ملي كيبرد كيتجانس المكون وكتخلوه يرتاح واحد النهار في الثلاجه، راه اللون ما كيبقاش يشد، ماشي بحال العادي. يعني حنا عارفين الدواء الحمر غير لا هاد شي بلاصه كتولي ما كيحيدش بالدغيه، ولكن الا تبعتوا هاد الطريقه راه الدواء الاحمر ما كيخلي حتى اثار. نديرو في الثلاجه هذه هي النتيجه، شفتوا ما كيلصق والو، كيخليش اللون، كيولي اللون ديالو زوين بزاف. هذا هو اللي سهل اللي غادي يساعدكم انكم تحيدوا لي طاش اللي كيكونوا في الرجلين. شفتوا ما كيبقاش كاع اللون اللي كنخلوه في الثلاجه، ما كاين اللون ما كيبقاش. صافي كنستعملوه يوميا ملي كنجيو بحال من البحر ولا هذا، كنغسلوا الرجيلات وكندهنوا به وكنلبسوا الجوارب.